نبدا الان مع الحيوان الاول. يلا مين؟ اوكي بسرعه، مينو؟ تفضلوا هنا. فهد معروف. الجواب يا جماعه يكون مره واحده. دقيقه، انت قلت ايش؟ فهد. فهد وانت؟ انا اقول جاكوار. جاكوار؟ ايه. طيب اقدر اقول لكم السؤال الاول كلكم غلط. الجواب يا جماعه النمر الافريقي. كنت بقول هذه. طيب اعمارهم تقريبا يكون من كم الى كم؟ من 5 سنوات الى 15 سنة. إيه؟ هذا ترى الجواب واحد، اخذ على كل واحد جواب. انا اعطيك يعني من 7 سنين الى 19 سنة. غلط. الجواب من 12 سنة إلى 17 سنة. هذا النمر الأفريقي. أنا قريب. إيش أفضل الأكلات أو الوجبات المفضلة عند النمر؟ اللحم. اللحوم؟ اللحوم. أنا أقول خد سبايك. غيرها؟ طيب جعان ذا ماكل. أوكي. خد سبايك، أوكي. جوابك وش هو؟ لحوم. لحوم. طبعا من وجبة المفضل الأسماك، الطيور، الزواحف، الثدييات. حلو، ثدييات صغار. جوابك ما كان مقنع ترى يوم تقول لحوم، لأنه ياكل ترى أسماك. طب هذا يعتبر يعني النمر مفترس، والافتراس يدل أنه ياكل لحم. والسؤال كان يقول عطني وجباته المفضلة مو وجبة. حدد لي أيت وجبة. أيت وجبة؟ أنا قايل لك إيش الوجبات المفضلة. حدد لي، يعني ممكن يبغى تشيكن. أوكي. السؤال الثالث والأخير، السؤال يقول لك في 10 أيام كم يشرب النمر الأفريقي مرة للماء؟ مرة واحدة. 4 مرات. تحلف انك ما غشيت؟ ما غشيت والله. تحلف؟ والله ما غشيت. اشكر عقلي يا رجل. صلاتك على النبي. في احد معلمه؟ صلاتك على المعلمه. نطلع الحيوان الثاني يا جماعه. لا ما جابها كذا. جينا للحيوان اللي بعده يا جماعه. حيوان اتوقع انه ما مر عليكم. هذا الحيوان انا اول مره اشوفه. انا بقول لك شيء، هذا الحيوان اذا عرف سبايكي من الشباب يربيه عنده ويعتبر غالي. هذا اسمه قشه غصلتين بيضاء. انا عندي صور. حفظت الاسم كيف حفظته ما شاء الله. ورنا الصور. ما عندي والله جد. فاضيين عندكم شيء؟ والله جد. رب الكعبه جد. انا اقولها الان، الحيوان هذا غش فيه سبايكي. تفضل حيوان ثاني. كذا نلعب. الله قهر. طبعا يا جماعه الى الان قاعد يدور سبايكي يدور الحيوان اللي قال له سامر طلعه. طيب وصلنا للحيوان هذا. خلك من هذا، طالع هنا. هذا حيوان. هذا ايش؟ اجاوب. اي تفضل. قرد. بالله عليك، حسب الديناصور العنكبوتي. من الكرموتي؟ ما ادري. كرموتي هذا غاش. لا لا هذا غاش. لا العنكبوتي. طيب سكيب السؤال الاول. سكيب. العمر الافتراضي للقرد العنكبوتي اطلعوا فوق ال 15. 18 سنة ل 23 سنة. من 19 سنة. انا قلت فوق ال 15. ليش ما حد قال من 15 الى شيء؟ من 15 ل 25. لا انت واضح كم. حلو خلاص يلا. خلاص خلاص اقول لك شيء ما جابه. يلا من 20 الى 31. غبي. اقول من 15. من 15 الى 30. من 15 عشرة ذي. هذه واضح إني ما أدله. واضح. أعطوني معلومة عن القرد العنكبوتي. ياكل موز. يا أخي شيء فيه صفة فيه موجود. طيب. ذكي. بالله مخاوي أنت. يا أخي هذا غريب. لا لا. ذكي ذكي. الجواب ذهبي. ذكي حلو. وشيء ثاني. وغبي كله. قوي الذاكرة. يا أخي صلاتك على النبي يا أخي. أسعد يا شيخ. هذه الناس الذكية. طبعا إلى هنا انتهت فقرة الأسئلة على الحيوانات. من فاز فيها؟ يعني أكيد مو أنت سبايكي. 3 2